القاهرة برضو فيها حاجة جميلة ما تفهمش هي إيه بالظبط، بس أنت طول الوقت حاسسها في تفاصيل كده، تتزحم بقى تتغير، بس مازال ليها سحرها برضو. في ليل رايق كده وانت على الكوبري، في ناس بتوزع تمر ساعة الفطار، في فرح في القلعة وانت عايز تتصور في كل حتة في المكان البديع ده، حتى لو ده بيحصل في أماكن كتير، بس القاهرة ليها خصوصية كده. ده انت عندك قاهرة فاطمية وقاهرة خديوية وقاهرة قديمة وقاهرة المعز، حدوتة كبيرة جدا. أكيد إيقاع الحياة اتغير، وتأمل التفاصيل والإحساس بيها وارد ما يبقى زي الأول، بس محاولة استدعائها من وقت للتاني ضرورة. وسط التغيير والزحمة ممكن تعدي قدام حاجة حلوة وما تاخدش بالك. طيب ما تيجوا النهاردة نكون حدوتة حلوة. حكايتنا النهاردة في قصر عابدين، والأبطال حسب الظهور الخديوي إسماعيل، عابدين بيك، الإمبراطورة أوجيني، الملك فاروق، مصطفى النحاس. يا ترى بقى إيه اللي حصل في القصر؟ إحنا تقريباً كده سنة 1863. القاهرة القديمة كانت محصورة ما بين هضبة المقطم والخليج المصري اللي هو في السيدة زينب، لكن الخديوي إسماعيل كان عايز يعمل ميدان خارج الحدود دي، لكن لسه ملامح الفكرة ما كانتش واضحة قوي في دماغه، لحد ما يسافر باريس سنة 1867 ويحضر معرض عالمي هناك ويشوف تخطيط لمدينة باريس. وهنا اللمبة نورت، قال لك أنا عايز أعمل باريس الشرق في القاهرة، وهبتدي إن أعمل ميدان وأسميه ميدان الإسماعيلية اللي هو التحرير دلوقتي. وبعد ما عمل الميدان لقى إن فيه مساحة كبيرة بينه وبين مصر القديمة اللي فيها الأزهر وباب النصر وهكذا، فقال يبقى المساحة دي هتكون وسط البلد الجديدة، واشترى المساحة دي كلها اللي كانت كلها برك ومستنقعات ومدافن وخرابات، جففها وبنى فوقيها إيه بقى؟ قصر عابدين. أول سؤال هيجي في بالك وحقك جدا، مين بقى عابدين اللي واحد من أهم وأكبر قصور مصر متسمي باسمه؟ مبدئياً كده عابدين ده ملوش أي علاقة بحكاية القصر أو نشاطه حتى، غير الاسم بس، لأن المنطقة اللي كان فيها قصر عابدين كان فيها بيت كبير بتاع راجل اسمه عابدين بيك. واضح إن الراجل ده كان محترم جداً وحظه حلو، وإنه يجي يوم تعرف هو مين لمجرد إن محدش من الحكام اللي جم بعد الخديوي إسماعيل غير اسم القصر وسماه باسمه، لأن طرف الخيط اللي من عند الخديوي إسماعيل لما أمر ببنى القصر اشترى البيت الكبير بتاع عابدين بيك ده من الورثة، وهم طلبوا إن القصر اللي هيبني يفضل باسمه. ساعات الحاجات بتبان كبيرة جداً وهي في الأصل تفاصيل صغيرة، ويبقى قصر عابدين على مر العصور من عهد إسماعيل وتوفيق وعباس حلمي الثاني وفؤاد وفاروق ومحدش سماه على اسمه خالص، وفضل اسمه قصر عابدين. غريبة بس حصل. مساحة بيت عابدين بيك كانت صغيرة جدا، بس حواليها مساحات تانية حوالي كده 15 فدان. الخديوي فضل يشتري البيوت اللي حوالين القصر واحد ورا التاني عشان عايز يعمل قصر يتحاكى به العالم. وهنا بقى نقف ثواني ونرجع لحلم القاهرة الخديوية، باريس الشرق. اشترى أراضي لحد ما وصل 25 فدان، وراح لمهندس فرنسي وطلب منه يبني له القصر. الفكرة ابتدت سنة 1863، القصر خلص 1873، 10 سنين. طبعاً ما احنا بنتكلم عن 500 أوضة ومجموعة متاحف وحرم لك ومقر إقامة وسلام لك ومقر حكم وقاعات احتفالات ومناسبات وكشك شاي وكشك موسيقى وحمام سباحة أوليمبي، وموضوع كبير جداً يعني. لكن دايماً خليك فاكر الحكايات عشان تعرفها لازم تجمعها من كذا مكان. يعني احنا مثلا ايه اللي هيودينا دلوقتي فرنسا؟ هنروح عشان الامبراطورة أوجيني، اللي يقال فيما يقال بقى ان هو كان الغرض من بنى القصر استقبال الامبراطورة أوجيني وقت افتتاح قناة السويس 1869، وان ده السبب اللي خلى فيه واحد من ابواب القصر اسمه باب باريس كان معمول مخصوص لاستقبالها. بس للاسف كان القصر مجهز فراحت على قصر الجزيرة في الزمالك. ونرجع تاني القصر على واحد من أهم المشاهد الدرامية اللي حصلت جواه، وده على سبيل المثال مش الحصر أبداً. الألمان والإنجليز كانوا ضد بعض في الحرب العالمية التانية. الملك فاروق سنة 1942 كان هو اللي ساكن القصر، كان عايز الألمان هما اللي يكسبوا من باب إنهم يعني يمشوا الإنجليز من مصر ونخلص من الاحتلال الإنجليزي. طيب ما هو بالمنطق كده هنجيب احتلال ألماني، وده اللي كان قريب ذكاء جداً مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد، فاهم إن مصلحتنا الإنجليز هم اللي يكسبوا لسببين. لأن الألمان لو كسبوا هيجددوا روح الاحتلال من الأول وممكن يدخلوا مصر ويحتلوها لفترة كبيرة، على عكس الإنجليز هيخرجوا من الحرب منهكين وممكن جداً يدوا مصر الاستقلال.
مصطفى النحاس أدرك ده، بيتفق مع الألمان لأنه عنده بعد نظر وبيبص لاستقلال مصر. يروحوا الإنجليز فرضين مصطفى النحاس كرئيس الوزراء على الملك فاروق، ويدخل الإنجليز يزقوا باب القصر ويجبروا فاروق أنه يمضي تنازل عن الحكم. وكان متوتر جدا ومتردد ومش عارف يحسم قراره، ويدوب كان هيمضي يدخل أحمد حسنين باشا ويقول له ما تمضيش، إحنا هننفذ اللي هم عايزينه وهنجيب مصطفى النحاس رئيس وزراء. يعني تخيل إن سنة 1942 كان ممكن يبقى فيه تنازل عن العرش بمنتهى السلاسة. 80 سنة بتتحكم مصر من قصر عبدي، والخديوي إسماعيل كان هو أول حاكم ينقل مقر الحكم من القلعة للشارع كده عادي وسط الناس، لرغبته إن هو يكون وسط الناس وقريب منه. ويمكن القرب ده يخليني أقول لك، لو أنت النهاردة سمعت الحلقة دي بالصدفة يبقى أرجوك اسمعها بكرة عن قصد، عشان بكرة بقى هنتكلم عن جيرانه. أصل جيران الخديوي كانت ناس شغالة في القصر وساكنة في عابدين، أكيد عندهم حكايات حلوة. لأنه إيه الحكايات غير تفاصيل بنجمعها من هنا وهناك؟ زي بالظبط لوحة الموزايك.